أحسن الله إليكم من أسئلة السائلة تقول فضيلة الشيخ إذا استمر نزول الدم على المرأة النفساء بعد 40 هل تصلي أم لا؟ نعم، آخر حد للنفاس 40 يوما، فإذا بلغت 40 فإنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم لم ينقطع، هذا قول جمهور أهل العلم. وإلا إذا صادف الدم وقت عادتها، إذا صادف وقت الدورة الشهرية فإنها تعتبره حيضا، حيضا تعتبره حيضا بعد النفاس. أما إذا لم يصادف وقت دورتها الشهرية فإنها تعتبره دم فساد، تغتسل وتصوم وتصلي لأنه قد انتهى النفاس في حقها. نعم.